وقت عرض البروموهات الخاصة بمسلسل الحشاشين حصل ضجة كبيرة في الشارع المصري وكمان على السوشيال ميديا، ومع عرض أولى حلقات المسلسل كل المتابعين والجماهير كانوا محتاجين يعرفوا قصة المسلسل، وخصوصا إنه مسلسل تاريخي بيتناول جماعة من أهم الجماعات اللي مرت في تاريخ الإسلام. بس المفاجأة بقى إن المسلسل اختلف تماما عن القصة الحقيقية وكان في أخطاء بالجملة. تعال أقول لكم القصة الحقيقية ومين هم جماعة الحشاشين ومين هو حسن الصباح. تابعونا للنهاية. بعد عرض أول حلقة من مسلسل الحشاشين اتصدر المسلسل الترند، وكمان كان ضمن الأكثر بحثاً على جوجل، وكل المشاهدين كانوا محتاجين يعرفوا مين هم الحشاشين. المسلسل بيناقش فترة من أهم فترات الإسلام، وطائفة الحشاشين هم أكثر طائفة كان عليها جدل، وعشان كده كل المؤلفين بدأوا يألفوا روايات عنهم وعن تاريخهم الصعب وانتهاكاتهم اللي ما حصلش زيها في التاريخ، لأنهم باختصار كانوا جماعة بيحبوا يزهقوا الأرواح زي حبهم للأكل والشرب. الغريب بقى إن رغم تاريخهم ده بعض المؤلفين كانوا شايفين إنهم فرقة دينية قاومت السلطات العباسيين والسلاجقة والفاطميين في بعض الأحيان، وكمان كانوا شايفين إنهم وقفوا في وش التتار والصليبيين. ورغم الاختلاف بين المؤلفين إلا إنهم اجتمعوا على إن زعيم الطائفة وهو حسن الصباح كان بيسعى لنشر الطريقة الإسماعيلية الشيعية. ونيجي بقى للقصة الحقيقية للحشاشين. الحكاية كانت في القرنين ال11 وال12 الميلادي، وكان في ثلاث أصدقاء حسن الصباح ونظام الملك اللي هو وزير قلب أرسلان سلطان السلاجقة اللي حكموا إيران وأجزاء من الشام، والثالث هو الشاعر عمر الخيام اللي غنت له كوكب الشرق أم كلثوم رباعيته في الخمسينات. ولما كان الثلاث أصدقاء في فترة صباهم أقسموا على إنهم يساعدوا بعض لو حد منهم كبر وبقى ليه شأن ومركز كبير. وفعلا لما كبروا ووصل نظام الملك وبقى وزير لدولة السلاجقة، وطلب منه حسن الصباح وعمر الخيام يوفي بوعده وعهده القديم، فعرض على كل واحد منهم يتولى ولاية بس هم رفضوا. حسن الصباح طلب منه منصب كبير في بلاط الملك عشان كان عاوز يبقى وزير زيه، وعمر الخيام طلب منه راتب شهري عشان يقدر يكتب الشعر اللي بيعشقه بعيد عن المناصب والمسؤوليات. وفعلا نفذ لهم نظام الملك طلباتهم، وبعدها حسن الصباح اقنع الملك انه احق بالوزارة من نظام الملك، ومن هنا قرر يتخلص منه وهرب حسن الصباح على مصر، وبعد فترة رجع على ايران واسس جماعة خاصة بيه، وكان مقره قلعة حصينة وسط الجبال في شمال ايران، وكان مركز دعوته للمذهب الاسماعيلي الشيعي، وكسبت الطائفة اتباع كتير في ايران وبلاد الشام ومصر، وده خلاها تصطدم بعدد من الحكام بسبب طريقتها العنيفة في التخلص من عدد كبير جدا من الشخصيات السياسية والدينية. وسبب نهج الحشاشين انهم نشأوا اصلا في اجواء متوترة وتعرضوا للمطاردات من السلاجقة الاتراك المنتمين للمذهب السني، والصليبيين اللي اتحالفوا معاهم في البداية لمواجهة صلاح الدين الايوبي وبعدها انقلبوا عليهم. وبعدها سافر على مصر سنة 1079 وكان راضي عنه حاكمها الفاطمي المستنصر، بس ما كانش على وفاق مع قائد الجيش بدر الجمالي اللي كان شايف انه خطر عليه بسبب حب المستنصر ليه، فقرر يتخلص منه وهرب حسن الصباح من جديد ورجع لإيران. طيب ايه سبب تسميتهم بالحشاشين؟ وده بسبب صمودهم في مواجهة الجيوش في قلاعهم لفترات زمنية طويلة جدا، حتى بعد ان افاد المؤن والاطعمة كانوا بيعتمدوا في طعامهم على الحشائش فقط. وحسن الصباح اتولد في طهران سنة 1037 وانتقلت عيلته للري مركز نشاطات طائفة الإسماعيلية، واعتنق الطريقة وعمره 17 سنة ودرس الرياضيات والفلك وعلوم الدين والفلسفة. حسن الصباح انتقل في إيران لمدة 9 سنين وكان بينتقل عبر الصحراء وبيدعو للمذهب الإسماعيلي، وكانت قلعته حصينة جدا لأنها ملهاش غير طريق واحد للوصول ليها، وكان اسم القلعة دي عش النسر، واستولى عليها الصباح سنة 1090. حسن الصباح كان بيختار أتباعه في عمر صغير وكان مسميهم الفدائيين عشان ينفذ كل أهدافه، وكان بيسقيهم شراب بيغيبهم عن الوعي وينقلهم بعدها لمكان تاني يلاقوا فيه كل متع الدنيا، وكان بيوهمهم إنه الجنة وبيرجعهم تاني بنفس الطريقة للجبل، وعشان كده كانوا بيطيعوا كل أوامره بدون نقاش أو تفكير. أما نهاية الحشاشين فكانت عن طريق هولاكو قائد التتار اللي قدر يحتل القلعة الحصينة ويتخلص من جماعة الحشاشين للأبد. ولاحظ بعض المؤرخين بعض الاختلاف في القصة الحقيقية للحشاشين عن المسلسل، وده بسبب المعالجة الدرامية واللي منها بكل تأكيد اللغة. اكتبولنا في النهاية رأيكم ايه في قصة الحشاشين، وهل يستحقوا يتعامل عنهم مسلسل درامي يبرز طريقتهم الوحشية في التخلص من أعدائهم؟